السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ نتمنىكم يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اشكاو تعاودوا اموركم مزيان. نتمنىكم يا ربي تكونوا في احسن الاحوال يا ربي في هذا النهار. المهم البنات، راني ما باغاش نقلب الكاميرا، ما تشوفونيش، تشوفوا اختكم واحد الاكفه حال في حاله. المهم اليوم ان شاء الله البنات غنبدا التخميل. كما كتعرفوا العواشر قربت وضروري ما كنبغيو هكا نخملوا هذا باش تبقى لينا يعني الدار نقيه. وهكا يلا البنات نمشيو يلا مع صلاة التراويح، ويولي مع يعني الكوزينة كما كتعرفوا راه رمضان كيكون فيه الشقة بزاف. المهم غنشارك معكم ان شاء الله اليوم، واخا ما غن ما بغيتش نبان كما قلت لكم اختكم حالتها حاله. المهم غنبارطاجي معكم داكشي اللي درتو ان شاء الله، غنشاركو معكم باذن الله. عرفتي البنات غتموتوا عليا بالضحك، ما لقيتش واحد العصا كانت عندي كنسوس بها دائما هذا، واليوم ما لقيتش باش كنسوس البنات. هذه هي اللي هاد المغرفه هي اللي لقيت ديال العود يا باش كنسوس. البنات بغيت شوفوا هنايا هاد الطبعات. كان ولدي واحد النهار خواليا فيها، ما عندي شي سيمانه كان خواليا فيها كما قلت لكم خواليا فيها لا غوم ديال الناطه، لا ديال الكراميل البنات، وراني مسحته ولكن بقات ليا هكا. وقلت ان شاء الله اليوم غندير ليها محدي غنخمن قلت غندير ليها هنايا البيكربونات الصودا. وانا ما كاينش بنات تقول لي علاش ما غتصبنيهاش دابا كما كتعرفوا باقي الحال ما سخنش، وعندنا حنا في الجديده راه ما يمكنش تصبني هاد الوقيته بالاخص الزرابي، لانهم الا ما نشفوش مزيان كيعطوا واحد الريحه اللي يعني اللي خايبه. المهم قلت هنايا غندير البيكربونات يا الله. المهم غندير معكم هاد الله يا ربي يحيد هاد لاطخاص. درت على هنايا واحد النقيطه بانت ليا وغنخوي عليهم الخل باش يتفاعل. طلبوا معايا البنات يحيدوا لي الطبعات ما يكرفصونيش. الله المهم نخليها واحد شويه الا ما يعني حيت لامط كاملين في الصالون وهذا عادي نعاود نرجع ليهم. المهم دابا حيت لامط البنات غنحيد الحوفه ومن بعد نحيد السدادر حتى هما صافي، غنبدا عمليه النظافه كما كنقولوا. عرفتي شنو البنات والله العظيم سهله ملي كتبغي يعني سهله ترونيها ولكن صعيبه تقاديها والله. هادي حدي معاكم شوفوا واش غتحيد ولا لا. المره خليت حتى حيدت السدادير وحيدت
كلشي خليت غير الزربيه. المهم الصراحه كومي ماشي بحال الاول كما كتشوفوا، هي ضروري لابد ليها من الصبان، ولكن بعدا ما يبقاش داك الاطراف. صراحة ما حيداتهاش 100%، ولكن يعني بهتاتها ما بقاش كما كانت. ان شاء الله يسخن الحال ونضرب عليها بواحد الفركه. المهم بركه البنات، ياك كما كتشوفوا المهم انا راه تعمدت نشاركها معاكم مباشره هكا باش تبان لكم، يعني اللي عندها شي طاشه ولا شي حاجه حتى هي تنوض هكا تمسح. كما كتعرفوا دابا باقي ما سخنش الحال بزاف، يعني باش نبداو نصبنا كما قلت لكم ان شاء الله في الصيف باذن الله. يعني هيسخن الحال ماشي الصيف، يعني هيسخن الحال شويه دخل شهر 5 شهر 6 ان شاء الله نصبنا. المهم كما كتشوفوا راه ما بقاش كما كانت الحمد لله وصافي. يلا يلا اللي عليها بشي تخميله تنوض، واللي عليها بشي حاجه تنوض ديرها، نشجعوا بعضياتنا البنات. يلا هو البنات عواشر، هادي العواشر، نوضوا 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 شمروا. ندوز البنات نمسح العود، ممكن نمسحو بهاد البرودوي لوتشيدا. بالنسبه لهذا راه كاين البنات يعني عاد في المحلات الكبرى، وكاين حتى عاد موال اللي كيبيعوا المواد ديال التنظيف. الصراحه كيخلي واحد اللمعه في العود، وقبل يعني ما تبداو تمسحو به يعني ضروري تمسحو العود ديالكم من الغبره، تشيتوه مزيان من الغبره، عاده يمكن لكم ديروا هاد يعني هاد البرودوي كيخلي واحد اللمعه في العود. شوفوا هنا البنات كما كتشوفوا، ممكن تمسحي اي حاجه عندك ديال العود يعني تمسحي بها، يعني تمسحيه بهاد البرودوي. وهنا غنديروا هنا حتى السدادر كما كتشوفوا، واخا عاد السدادر هنايا راه ولاو مضروبين شويه من القدام، على ود كامل كنبدا نخرج المواد ضروري كما كان يعني كنضربهم على الحيط، وهذا يعني كاع دايروا شويه طباعي كما كتشوفوا، وغنمسحهم كاملين. وعاده ان شاء الله غنبدا نفرش بلا نيت من شفات ليا الارضيه. وبالنسبه هنا الغديوه البنات طابت. مهم درت خوتكم دارت الكوكوط، مهم خضرت غير بشويه الجلبانه والبطاطا وخيزو واحد الفليفله حاره. مهم غنتغدى وعاد غنرجع البنات نفرش ان شاء الله الصالون. ساليت وتساليت جوج، عرفتي عييت البنات اليوم، عرفتي خرجت الصالون بوحدي وتمحنت ما نكذبش عليكم، خرجت وحكيت ورديت بوحدي. المهم الحمد لله، المهم المسمار الحلاوه ديال الصالون طرقناه، المهم انا غندور لكم الكاميرا تشوفوا كي ولا زعما صالوني البنات. كل
انت نقيتي راسك مهم حنايا. المهم البنات والله العظيم غير كنبغي نحفزوا بعضياتنا وصافي، هادشي اللي كاين. المهم غتبقاو معايا ان شاء الله. المهم اللي درتو ان شاء الله هاد العشيه هو غنبارطاجيه معكم وما تشوفين. الله البنات الله الله على النقا وحق الله العظيم، كتحسي بواحد الراحه النفسيه ما نقول لكمش. المهم الصراحه كان انا ملي صبغت البنات لعقلتو صافي، ما بقيتش يعني هزيت الصالون يعني تقريبا في اواخر شهر 9 لبدايه شهر 10 تقريبا، هذايا هذا من تماك ما بقيتش هزيتو، كان خاصو يتهز يعني ويتشمش وهذا. المهم الحمد لله. ومن بعد ما تسرحيت البنات دزت هنايا غنرطب الحمص يعني نحيدو عليا تا هو بلا ما يبقى ليا شاد ليا ركنه. صافي هنايا غنقيه وغنخوي عليه الماء وغنخليه تا يرطب مزيان يعني رطبته اليوم تلا غد لي عاد غنصفيه ان شاء الله ونديرو حتى هو في المجمد. وما حدي واقفه في الكوزينه، قلت غنحك حتى الفرماج نحيدو عليا ما نخليش هكا محطوط. المهم هنايا بديت كنحك فيه ومره مره كندهن الحكاكه بواحد الشويته فيها الزيت يعني باش ما يلصقش ليا الفرماج. وكما قلت لكم يعني ملي كنحكو ونقادو توا في بلاستيكات ويشد بلاصتو في الكونجيلاتور كيسهل علينا حتى حنايا الوقيته اللي كنبغيو كنلقاوه موجود كناخذو منه الكميه اللي بغينا، والشي الاخر كيبقى يعني في الثلاجه. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، يعني فيديو تحفيزي كله طاقه وكله حيويه، نتمنى انه يعجبكم. وما بقى لي الا نودعكم، تلقوا ان شاء الله فيديو جديد باذن الله. ما تنسونيش صحباتي الزوينات من التعليقات ديالكم الزوينه المحفزه، وما تنسونيش من حظ اللايك. دابا البنات راكم ما خاسرين والو غير هكا باش تعرف يعني باش يبقى هكا الفيديوهات ديالي حتى هما يطلعوهم هكا اليوتيوب ان شاء الله وتكبر القناه ديالنا. والى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله. Thank you.